براعم في بداية تفتحها، تتحدى المرض وتعمل بكامل طاقتها لتصبح زهوراً فواحة. تحت شعار لتبقى أعيننا على داء السكري، أقامت الجمعية السورية لداء السكري بمناسبة اليوم العالمي لمرضى السكر، وبالتعاون مع مديرية الصحة في ريف دمشق، معرض للأطفال المصابين بالمرض تضمن نشاطات توعوية وثقافية وبرامج ترفيهية ومسابقات للترويج عن أنفسهم، بالإضافة إلى محاضرات خاصة بالتوعية والتثقيف للأهالي والأطفال. نحن جمعية سورية لداء السكري، جمعية خاصة بالتوعية والتثقيف لمرضى السكري بشكل عام. أعضاء هن أطباء السكري، وفي أعضاء من كل المرضى السكريين، فوظيفتنا التثقيف. وسنة بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري عملنا كتير نشاطات توعوية وتثقيفية لمرضى السكري. من ضمن نشاطاتنا نحن هلأ عاملين نحن الأطفال المصابين بالداء السكري، عاملين مثل معرض صغير تحت عنوان ماذا يعني لك الداء السكري، فبيقدموا لوحات من خلال وحي هالعنوان هذا، مشان نقدر نحن نتفاعل معهم، نفرجيهم شو عنا اختلاطات، شو عنا مشاكل، شو هو بصير الداء السكري، مشان يصيروا أكثر مطوعية مع العلاج وأكثر رغبة بأنه يتفادوا يمشوا مع الأطباء ونصائح الأطباء لحتى نتفادى الاختلاطات والمشاكل الناجمة عن السكري. أنشطة متنوعة تضمنت مسابقة للرسم بين الأطفال المصابين حملت عنوان ماذا يعني لك داء السكري، حيث قام كل طفل بعكس أحاسيسه ومشاعره على لوحته الخاصة، ليحصل الأربعة الحائزون على المركز الأول على أجهزة تحليل للسكري وأقلام إنسولين. عم نعمل فعالية لمرضى السكري مشان يتعلموا والأهالي كمان يتعلموا ويركزوا على أطفالهم. عم ناخد فائدة إنه لازم ناخد إنه بناكل على قدنا. عم نقدم لنا سعادة، يعني كتير انبسطنا، واليوم إن شاء الله هنا رح يحددوا مين رح يفوز بالرسمة وإن شاء الله بفوز فيها. الرسمات بتعبر عن السكر، إنه عن الصحة والحماية والرياضة والأكل اللي لازم ناكله. وزعت لنا أجهزة السكر وكل شيء يعني إحنا بنطلبه كمان بتوزع لنا إياه. عم تقدم لنا إنه مريض السكري ما له غير عن باقي الأولاد، هو مثله مثل باقي الأولاد، وكمان إنه عم تنمي له قدراته، إنه بالأخير هو يا أما حيتلاشى المرض يا أما هو عم يحاول إنه يحاربه لهذا المرض، يعني ما حيأثر شيء على حياته، وعم تخليه ينمي القدرة اللي هو مثلا بيحلم فيها، أهدافه وكل شيء. الأطفال عبروا عن فرحهم بالمشاركة وامتنانهم للجمعية التي رسمت البسمة على وجوههم وأتاحت لهم الفرصة بالتعبير عن أحلامهم وآمالهم، وبأن المرض لن يكون عائقاً أمام طموحاتهم وأحلامهم الكبيرة.